الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها أولئك لهم عذاب مقيم وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن
في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. خالدين فيها وعد الله حقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فأروني
بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
إلي المصير. وإن جاهداك على واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا
إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا
ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض إن الله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس
واحدة. إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار
كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان
لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. الله أكبر. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. محمود تسلم. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم وما أدريك ما العقبة. وما أدراك
كما العقب فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء
قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الرحيم ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا أرأيت إن كان
لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه. ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه. سندع الزبانيه. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الفاتحة.